احسن ايش عملوا في راس مكان حكاية بالعربي اول الحكومة الإسرائيلية لديها تصميم كامل ودعم كامل من إدارة الرئيس ترامب على الاستمرار في الإملاءات، فرض الحقائق على الأرض، تدمير السلطة بشكل ممنهج، تكريس وترسيخ ما أعتقد نتنياهو أنه ممكن تحقيقه من دولة بنظامين أي الأبرثايد، اقتطاع المخصصات للأسرى والشهداء. إذا كان يعني هناك من يقرأ قانون دولي في إسرائيل، يعني هناك المادة 81 و 98 من اتفاقية جنيف الرابعة اللي تؤكد على أن الدولة الحاجزة ومسؤولياتها تجاه الأسرى، عائلتهم، توفير الرعاية الطبية، وأن لا يخصم أي شيء لسداد هذه المصاريف، وعلى الدولة الحاجزة أن تعيل الأشخاص وعائلاتهم. المادة 98 من نفس الميثاق أيضا تحث الدول الحاجزة على النهوض بمسؤولياتها بانتظام لتمكين الأسرى من حاجاتهم الأساسية، من أغذية وتبغ وغيرها من الحاجات الأساسية. لكن يعني قد يقول البعض أنه الحديث عن القانون الدولي والشرعية الدولية وذكر إسرائيل أصبح أمران متناقضان، يعني أصبحت حكومة إسرائيل في واد، والقانون الدولي والشرعية الدولية ومواثيق الأمم المتحدة ومواثيق جنيف الأربعة لعام 49 ومجلس حقوق الإنسان وما يصدر من قرارات عن الجمعية العامة وباقي مؤسسات الأمم المتحدة أصبحت في واد آخر. وهذا يعني المجتمع الدولي مطالب أن ينظر إلى هذا الأمر بالجدية المطلوبة، لأن الذين يعملون ويتحدثون ويقومون بمكافحة الإرهاب والتطرف في هذه المنطقة عليهم أن يدركوا أن النجاح والفشل في هذه المهمة يبدأ وينتهي بقدرتهم على إلزام الحكومة الإسرائيلية باحترام القانون الدولي والشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين نجزت الاستقلال كاملة السيادة على حدود 4 حزيران 67 وبعاصمتها القدس الشرقية. كما تعلمون في الشهر أيار عقد اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني، واتخذ المجلس الوطني الفلسطيني قرارات في غاية الأهمية. هناك لجنة عليا تابعت قرارات المجلس الوطني بتكليف من سيادة الرئيس محمود عباس، ونستطيع القول أن تقريرنا الذي سيقدم اليوم لسيادة الرئيس يبين أنه تقريبا 80 إلى 85% من قرارات المجلس الوطني قد تم تنفيذها. فيما يتعلق بالجزئية الهامة جدا من تحديد العلاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية مع إسرائيل، هذا هو موضوع النقاش الآن. وباعتقادي أن قرار الحكومة الإسرائيلية بقطع الخطوط الحمراء باقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء يعني أنها تنظر أن السلطة لم تعد قائمة، وبالتالي الموضوع الآن على جدول الأعمال. النقطة الأولى على جدول الأعمال القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس أبو مازن تمهيدا لاتخاذ القرار فيما يتعلق بتحديد العلاقات الأمنية والاقتصادية والسياسية مع إسرائيل. أنا لا أريد أن أتحدث في طلاسم، هذا يعني الانتقال من السلطة إلى الدولة، وهذا يعني أيضا أن تتحمل الحكومة الإسرائيلية سلطة الاحتلال مسؤولياتها كافة في الضفة بما فيها القدس الشرقية المحتلة وقطاع غزة. لن يستمر الوضع كما يريد نتنياهو وكما يريد الرئيس ترامب، أن تكون السلطة الفلسطينية دون سلطة، وأن يكون الاحتلال دون كلفة، وأن يبقى قطاع غزة خارج إطار الفضاء الفلسطيني. يعني الترتيبات والنقاشات والاتفاقات التي يقوم بها نتنياهو مع فريدمان
سفير ترامب في تل أبيب أصبحت واضحة ومحددة. هم دخلوا يعني تركوا مائدة المفاوضات، انتقلوا إلى مائدة الإملاءات، يجوبون العالم لخداع العالم والقول أن هناك من يحضر لصفقة التاريخ وما إلى ذلك، وهم بالفعل ينفذون الإملاءات. بدأوا بالقدس باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ومن ثم الآن الدور جاء على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، تجفيف مصادر دخلها تمهيدا لإسقاطها، وهذا سيمهد لإسقاط ملف اللاجئين من طاولة المفاوضات أيضا، تمهيدا لضم المستوطنات غير الشرعية الإسرائيلية، تمهيدا لبسط القانون الإسرائيلي عليها، ومن ثم في بعض ما يتعلق بالأمن أن تبقى اليد الطولة للأمن لإسرائيل في المجال الجوي والمياه الإقليمية والمعابر الدولية الفلسطينية، يعني إبقاء الوضع على ما هو عليه تحت مسمى دولة بنظامين، وهذا لن يتم. سنقوم بتعليمات من السيد الرئيس محمود عباس بإبلاغ كل الجهات ذات العلاقة بما تقوم به القيادة الفلسطينية الآن من دراسة والخيارات المتاحة أمامها حول هذا الموضوع، أشقاء العرب، روسيا، الصين، اليابان، الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأفريقي، دول عدم الانحياز، دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، هذه الدول التي وقفت معنا في مواجهة خروج أمريكا عن القانون الدولي أو خروج إدارة رئيس ترامب عن القانون الدولي والشرعية الدولية. سنستمر طبعا في نفس الوقت في السعي أمام المحكمة الجنائية الدولية، إذ تم تنفيذ قرار الإحالة الرسمية في مجالات العدوان على قطاع غزة والاستيطان والأسرى والقدس، ونأمل يعني من المجلس القضائي في المحكمة الجنائية الدولية أن يفتح تحقيق قضائي مع المسؤولين الإسرائيليين حول هذا الموضوع. الآن هناك قضية تعد فلسطينيا لتقدم لمحكمة العدل الدولية للحصول على قرار حول ما اتخذه الرئيس ترامب من قرارات باطلة ولاغية ومخالفة للقانون الدولي باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها. وباعتقادي أنه محكمة العدل الدولية ستصدر قرار استنادا للقانون الدولي بأن هذه القرارات لاغية وباطلة ومخالفة للقانون الدولي. مجلس حقوق الإنسان هناك ثلاث مسائل مطلوبة واخذنا قرارات من شأنها: أولا المحافظة على البند السابع تخصيص لفلسطين لأنها دولة محتلة، ثانيا على السكرتير العام للأمم المتحدة أن يضع المعلومات بين قوسين القائمة السوداء، هي تسمى ديتابيس ولكن نحن نطلق عليها القائمة السوداء، أي الشركات العالمية العاملة في المستوطنات الإسرائيلية، إضافة إلى البند الثالث بتشكيل لجنة تقصي حقائق للبحث في الجرائم الإسرائيلية التي ارتكبت ضد مسيرات العودة والتي أدت إلى استشهاد وجرح الآلاف من أبناء شعبنا الأعزل. أيضا نحن الآن فلسطين انتخبت لتكون رئيسة مجموعة 77 في الأمم المتحدة من بداية العام 2019، وهذا يتطلب بعض صلاحيات إضافية. دولة فلسطين وفقا للقرار 67/19/2012 دولة مراقب، هناك محدودية علينا، ولكن بما أنه الجمعية العامة انتخبتنا لنكون رئيس 77 هذا يتطلب أن نتقدم إلى الجمعية العامة بطلب لترقية صلاحياتنا حتى نستطيع أن نهود بمسؤولياتنا والنجاح في المهمة في رئاسة أهم مجموعة في الأمم المتحدة منها بداية عام 2019، وهذا يتطلب أيضا يعني أن تمنح دولة فلسطين حق التصويت، لأن هذا الحق غير موجود حاليا في صفة المراقب. الحماية الدولية للشعب الفلسطيني هناك قرار ES10L25 أخذنا 120 صوت مقابل 8 لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في أرض دولة فلسطين المحتلة بين قوسين الضفة بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة. وهناك أربع قرارات مجلس أمن، والسكرتير العام للأمم المتحدة مطالب خلال 60 يوم من صدور القرار بوضع تصور الآليات لتنفيذ مبدأ الحماية الدولية. الحماية الدولية مطلوبة لأنه كما لاحظتم المجرم القاتل الجندي إليور أزاريا كان في الخليل أول أمس، استقبل استقبال الأبطال هذا المجرم الذي أعدم ميدانيا الشهيد عبد الفتاح الشريف في الخليل،
والذي أفرج عنه بعد أيام أو أسابيع، وذهب إلى الخليل الأمس حتى يستقبل استقبال الأبطال. ويعني الجانب الأمريكي الذي اتخذ من قضية تيلر فورس الأمريكي الذي قتل في تل أبيب كمدخل لقطع المساعدة عن السلطة الفلسطينية، نذكر أن هناك ريشيل خوري كوري ريشيل كوري فتاة أمريكية في مقتبل عمرها حطمت بالجراف الإسرائيلية وقتلها الإسرائيليون، لكن لم نسمع أي من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب الأمريكي يتحدث عنها. مسائل لا تتعلق بحق، لا تتعلق بمساواة، لا تتعلق ب يعني هذه الأمور الآن في إدارة الرئيس ترامب خرجت عن السكة تماما. يعني العالم يتغير باتجاهات مختلفة، ولكن يعني نحن ندرك لم نفتعل معارك مع الإدارة الأمريكية، لم نفتعل أي أمور مع أي جهة كانت. نحن ندرك تماما حجم الولايات المتحدة، قوة الولايات المتحدة العسكرية والاقتصادية ومجلس أمن وتأثيرها على العالم، ولكن أيضا في حياة الشعوب هناك أمور أهم من القدرة العسكرية والاقتصادية. هناك أمور تتعلق بالنهج الإنساني. أن يقوم الرئيس محمود عباس وهو رئيس دولة محتلة تحت الاحتلال باتخاذ هذا الموقف أمام الإدارة الأمريكية والتمسك بالقانون الدولي، هذا أيقونة لجميع دول العالم يحتذى به، وهذا موقف فخر واعتزاز للشعب الفلسطيني. نحن لم نباشر للصدام مع الولايات المتحدة الأمريكية، هم الذين قرروا ترك طاولة المفاوضات إلى طاولة الإملاءات. نحن بصوت مرتفع نقول لهم أنتم عزلتم أنفسكم عن عملية السلام، لن تكونوا شركاء أو وسطاء في عملية السلام. نقطة. الذي يريد أن يكون شريك ووسيط في عملية السلام لا يؤتمر بأوامر من شيلدن أدلسون الصهيوني المتطرف الذي يدير الكازينوهات في لاس فيغاس. هذه الحقيقة. إن اعتقدت الولايات المتحدة أنها تستطيع من خلال التهديد والوعيد وعرض الأموال على الشعب الفلسطيني، يعني هذه مهزلة. يعني الفلسطيني عندما يسمع هذه الطروحات يبتسم، لأنه بالفعل يعني هي أقرب من نكتة. فرانكلين دي روزفلت رئيس أمريكي قال البيت الأبيض يجب أن يكون بيت للأخلاق الدولية، لأنه كل ما زادت قوة الدول كل ما زادت مسؤولياتها. وإذا كان البيت الأبيض سيكون بيت للمسؤولية الدولية، فيجب أن يديره رجال دولة عظام وليس رجال عقارات. هذه الحقيقة. فلسطين لن تحل بأساليب رجال العقارات، ولن تحل بأساليب التهديد والوعيد، ولن تحل بقطع المساعدات عن دول فقيرة تبني مدرسة بمليون دولار أو صحية عيادة صحية مليونين دولار لأنهم صوتوا لفلسطين على رأي السفيرة هيلي. المطلوب الآن من العالم هذا هو الوضع: الأمن والاستقرار الدوليين على المحك، السلوك الإسرائيلي في المستوطنات والإملاءات والاعتقالات والاغتيالات والحصار والإغلاق والإعدامات الميدانية. يعني واضح تماما أنه يقود المنطقة إلى توسيع دائرة العنف والفوضى والتطرف وإراقة الدماء. وباعتقادي أنه مساءلة إسرائيل من قبل المجتمع الدولي أصبحت واجب يجب أن تطلق بكل دقة. مسؤوليتنا فيما يتعلق بقرارات إسرائيل للتنكر للاتفاقات ما فيها جميع الاتفاقات حقيقة، ما فيها اتفاق باريس، يعني بالأمس القرار الاقتطاع هو دمر اتفاق باريس. مسؤوليتنا تجاه أبناء شعبنا سنحافظ عليها. نحن قيادة منتخبة لخدمة أبناء الشعب الفلسطيني والمصالح الفلسطينية، وسندفع الرواتب لأسر الشهداء وأسر الجرحى وأسر الأسرى. هذا واجبنا وسنقوم به، ولن نسمح لأي جهة كانت بابتزازنا وخاصة في أموالنا. نحن في هذه اللحظات المصيرية هناك فريق عمل شكله سيادة الرئيس محمود عباس من 12 شخصية فلسطينية من جميع الفصائل برئاسة الأخ
عزام الأحمد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وعضو مركز حد فتح، وضعت توصيات لحل قضية غزة جذريا، لأن هناك محاولات، يعني الثغرة المفتوحة أمام ترامب ونتنياهو في مسار تدمير السلطة في الضفة، طلب تغيير النظام في الضفة كما فعلوا، هم يجدون في غزة الثغرة التي يمكن الدخول إليها تحت المسمى وضع الإنساني. وباعتقادي أن العلاج المسألة في غزة هو يتمثل بقدرتنا على إنهاء وإزالة أسباب الانقسام وإنهاء الانقلاب، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمل مسؤوليتها كافة، ومن ثم الذهاب والعودة إلى إرادة الشعب بصناديق الاقتراع. هذا ما هو مطلوب، والذي يسعى لمواجهة وأسقاط صفقة القرن عليها أن ندرك أنه هذا متطلب إجباري لنا كشعب فلسطيني، وإن لم نساعد أنفسنا في هذا المجال لن يساعدنا أحد. إدارة الرئيس ترامب تقوم بقطع 70% من مساعدات وكالة غرفة تشغيل اللاجئين، ومن ثم تعقد مؤتمر في واشنطن للتباكي على الوضع الإنساني في غزة. يقطعون 70% من استحقاقات وكالة الغوث، ويدركون تماما أن 80% من سكان قطاع غزة يستفيدون من هذه المساعدة، ومن ثم يذهبون إلى دول المنطقة المضيفة للعرض عليهم المساعدات مباشرة لمخيمة اللاجئين دون العودة للأنر ووكالة غوث تشغيل اللاجئين لإسقاطها. المسألة واضحة ومحددة، هذه القرارات لن تمر، ولا يمكن قبول وضع تكون فيه سلطة بدون سلطة واحتلال بدون كلفة، وأن يكون قطاع غزة خارج إطار الفضاء الفلسطيني. هذه مكونات دولة فلسطين، وقطاع غزة لن يكون هناك دولة بدون قطاع غزة، ولن يكون هناك دولة مهما حاولوا في قطاع غزة، لكن المسؤولية في هذا المجال تقع علينا. نحن سنستمر في التمسك بالقانون الدولي والشرعية الدولية والرؤية السياسية السلمية التي طرحها الرئيس محمود عباس في 20 شباط الماضي في مجلس الأمن، والمبادرة السلام العربية هي نقطة ارتكازنا، وهو ما يدعمنا العالم. هناك 3 دول خرجت عن القانون الدولي والشرعية الدولية فيما يتعلق بالقدس ونقل السفارة، تحديدا هي الولايات المتحدة وغواتيمالا وباراغواي، ولكن هناك 191 دولة أخرى رفضت هذا التوجه. اليوم وأنا أتحدث معكم أعلنت مناطق في منطقة الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة ما بين منطقة عسكرية مغلقة، تمهيدا لعملية تطهير عرقي كبرى ستحدث لتوسيع المستوطنات في تلك المنطقة. والعالم أجمع، يعني زار المنطقة، يعرف المنطقة تماما، وطلب من إسرائيل رسميا، يعني كل دول العالم طلبت عدم القيام بهذه الخطوة. والسؤال لدول العالم، إذا قامت إسرائيل كما نتوقع بعملية التطهير العرقي وهدم المنازل، هل ستستمرون في التعامل معها كدولة فوق القانون؟ ومن ثم يتحدثون عن القانون والشرعية الدولية هي أساس الأمن والاستقرار والسلام في هذه المنطقة. الذين يعتقدون نحن الآن في خلال 3 أشهر الأخيرة هنا